الاهلي طبعا يعني عنده تحديات قويه جدا الفتره دي ما بين لعيبته اللي مشاركين في كاس العرب وما بين مشاركه النادي الاهلي في الامم الافريقيه ثم عوده للدوري ثم المباراه المفصله المؤهله، يعني في معترك شديد ملفات. شايف ان الوضع هيبقى عامل ازاي في ظل الضغطه دي كلها؟ وتالي بنرجع بنقول تضارب المواعيد بين البطولات اللي بيشارك فيها لعيبه النادي الاهلي، شايف الملف ده ازاي؟ تضافر الايدي كلها مع الجهاز الفني، يعني الناس كتير قوي بعتالي بين كابتن خطيب، عمل ناس بقى في الكوره زي كابتن حسام غالي، الناس لحد دلوقتي كابتن خطيب لازم يكون مع الفرقه في كل حته. كابتن خطيب بيدي داعم جامد جدا للفرقه، فده دعم برضو من شكل من الاشكال اللي بتبقى جنب اللعيبه وبتطمنها. اللعيبه نفسها اديك شفت انت عندك 8 لعيبه متعورين، فلازم نعمل تدعيم للراجل يشتغل، الراجل يفكر، الراجل هو المسؤول عندنا موسيماني، يعني لازم نقف كلنا نقف جنبه. وبرضو نرجع الكمال لله وحده، يعني مش كل حاجه، فادي عمل مباراه حبيه لازم يشوف الدنيا فيها ايه، قويه مع فرقه قويه، ومش عايز اقول ان كان المباراه فيها اجريسيف يعني او فيها، لا مباراه قويه انت هتقابلها في قطر قدام الرجاء، يعني مش حاجات كتير قوي مطلوبه، تدعيمات مطلوبه جدا ان احنا نسيب الناس تشتغل، لو في اي حد بيعمل ديستورش عليك او بيلغوش بقى زي ما بيقولوا كده، عشان لازم يبعد. هو في حد بيلغوش عليه من وجهه نظرك؟ لا مش حكايه كده، انا مش عايز الكل يتدخل في ما لا يعنيه، ده مسؤوليه ناس معينه، جهاز فني يشتغل، نساعده كلنا بكل قوتنا من كل الاجهزه اللي موجوده في المؤسسه، هو ده النجاح، هو ده اللي انت بتبحث فيه عن ان شاء الله في بدايه عهد جديد للمجلس الجديد ده تبقى فيه بطوله طبعا ان شاء الله تبقى طبعا موجوده ليس. باذن الله، ودي حاجه مهمه جدا مع كم البطولات الثانيه في جميع اللعبات، يعني فالدنيا ماشيه، فكلنا نبقى باصين للنادي الاهلي ان هو زي ما احنا اتكلمنا في الاول، هو الوجهه الجميله جدا اللي بتعمل بهجه وبتعمل سرور وبتحقق بطولات، فالناس كلها اللي موجوده في المؤسسه بتلعب على كده، وانتوا اول ناس يعني اشكرك والله شهاده عزيزه. لا بس كابتن شريف فعلا يعني مش عايزين ان احنا نسمع تاني اللي سمعناه قبل كده من يعني مبررات في الموسم اللي فات، فكره هنا الضغط، غياب، اصابات، اصل انا عندي لعيبه دوليه برده مضغوطه جامد هتبقى مش موجوده، حاجات زي كده كلها ربما تكون اكيد يعني مؤثره، ولكن مش عايزين ان هي تبقى بعد كده معانا في اي اخفاق يحصل لا قدر الله، يعني هتفضلي طول عمرك تسمعي كده، هنفضل طول عمرنا نسمع ده موضوع كبير، هتفضلي طول عمرك تشوفي اصابات وتعالجي، بس ما يبقاش مبررات لمثلا اخفاق، هتعملي ايه طيب؟ يعني هتعملي ايه؟ واحنا مش كنا دايما بنقول وبالذات في الفتره الاخيره ان النادي الاهلي قوامه مكتمل وعندك كل لعيب في مركز العين بدايل، العين ما شاء الله يعني. يعني شايف ان احنا اتحسدنا؟ لا والله بتتحسد عادي جدا انك تتحسد، يعني يقع منك 4 5 6 7 لعيبه وثلاثه في المنتخب وهنا 5 او 8 لعيبه وتيجي تقول لي اصل القوام، انا كمدير فني عامل ايه يعني ان شاء الله؟ يعني غياب اللعيبه، اما اجي الصبح بسمع في الراديو ان احمد عبد القادر عنده في الضمه مش عارف ايه، ولعيبه متولي مش عارف يرجع تاني بقى له ما لعبش 10 ماتشات في حياته مع النادي الاهلي من ساعه ما جه، ولعيبه بتروح المنتخب اللي يجي له في هو ده ضغط نفسي على اللعيب كله، وبيحارب في بطوله هنا وبيحارب في منتخبات ويخش جوه المنتخب ويرجع من المنتخب، وضغوط نفسيه على اللعيبه كلها، ده غير السوشيال ميديا اللي تعملك كده في ثانيه زي ما قلت لك ترند، وهوب لو بصيت بصه غلط او نتيجه الماتش طلعت سلبيه تدفع ثمنها انت، انت مين؟ انت صحيح. الهيد، انت اللي باين في الحكايه، يعني على طول تلاقي اي حاجه تحصل يجيبوا سيره شريف وقفشه، في حد تاني بنسمع عنه يتكلموا على حد تاني؟ انا مش شايف حد تاني، هو الجماهير بيحملوه مسؤوليه المنتخب ده او